أولا أحيي كل إنسان عراقي وقف بوعي عالي مع عراقيته ووقف مع كينونة الدولة العراقية، لأنه خلي نتفق على جزئية مهمة جدا. نعم. هسا اليوم نختلف فيما بيناتنا على مود سياسات معينة من أجل حكم معين، هذا موضوع باجر الوضع يختلف، ولكن الدولة الجامعة لا يمكن المساس بها. دولة تكون لجميع مكونات العراقيين بكل تسمياتهم. ما حدث فيما يخص القانون المحكمة الاتحادية بفقراته الجائرة كان عبارة عن رسالتين. الرسالة الأولى كانت غزوة إيرانية فكرية للعراق، محاولة. وما أسوأ هذه الغزوات الفكرية حينما يكون الآخر يغزو بلد معين من خلال نظام معين، فكانوا يريدون أن يفرضوا ولاية الفقيه على العراق من خلال البعض الأذرعة وبعض الولائيين التابعين للنظام في الإيران. الرسالة الثانية كانت بعد مجيء قداسة البابا إلى العراق، وإن كانت أنا يعني كان عندي رأي معين مخالف لأغلبية اللي كانوا يتكلمون عنه لجزئيات معينة، يعني كانت رسالة واضحة، الرفع من شأن المرجعية العراقية الشيعية وليس المرجعية الإيرانية في القرن. ولكن هم أرادوا وتم ترحيبها من كل العراقيين طبعا، ومن خصوصا من المرجعية العراقية، يعني المرجعية الشيعية العراقية التي تدعو إلى مدنية الدولة، ولكن هم أرادوا أن يوصلوا رسالة يقولون نحن الأقوى على الأرض ونحن نسوي اللي نريد نسوي.